ميزه اساسيه يعني في بلادنا. واي دوله اللي بغيتيها تنجح في كل شيء الميادين ديالها خاص يكون التعليم من الاساس ناجح ومنظم ومقنن. فالمديريه الاقليميه قامت بهذه البادره وحنا كنشكروها عليها، يعني عطات مكونين مفتشين اللي هما في المستوى اللي هما كيعطيونا واحد الماده اللي هي خام اللي حنا كنتعاملوا معها كمربيات ولا صاحبه مؤسسات كنتعاملوا معها بواحد الاريحيه. فهنا احنا كنحسوا بانه اي حاجه كانت ناقصه قبل في التعليم الاولي كنكملوها دابا، لانه الاطار المنهجي الجديد اللي جا عطانا كل شيء النقاط اللي كانت غايبه علينا، وحتى النقاط اللي ما كناش كنتعاملوا معها بواحد يعني بواحد الاهميه، واللي دابا كنعطيو اهميه كبيره لانه كنتعاملوا مع واحد المرحله ديال تهيئ الطفل اللي هو باقي في مرحله ما قبل التمدرس. فاحنا مشينا مع الرعايه الملكيه ديال سيدنا الله يسره في الخطاب ديالو اللي وجه الاهتمام وجه النصائح ديالو باش نهتموا بهذه الفئه العمريه، يعني اللي ما قبل التمدرس، التعليم الاولي الخصوصي او التعليم الاولي العمومي، راهما كلهم بحال لانهم كلهم كيتعاملوا مع الطفل مع واحد الماده اللي هي خام اللي نقدو حتى حنا ناخذوا منها واحد الطفل اللي غادي يكون نابغه في المجتمع ان شاء الله باذن الله، علاش لا، اللي في كل شيء الميادين يقدر يكون ناجح. نعم، على مستوى الفئات المستفيده من التكوين، يعني العدد على مستوى العدد على مستوى المستوى ديال التعليمي مثلا. الفئات المستفيدة مربيات على صعيد العرائش، مدينة العرائش ومدينة الفصل الكبير. الحضور كان يعني في تزايد، الأسبوع الماضي كان عندنا في مدينة العرائش 113 مربية، الآن أصبح 180 مربية. مدينة الفصل الكبير كان عندهم 110 ديال المربيات، الآن أصبح 140 مربية. الحضور يعني مكثف وتبارك الله، يعني كاين واحد الاقبال رائع. وحتى بالنسبه للمديريه الاقليميه الحمد لله انه ما حاولتش انها تمنع دوك المربيات من الحضور، بالعكس بل خلاتهم لانهم خصهم يتكونوا خصهم يندمجوا خصهم حتى يعرفوا هذا الاطار المنهجي اشنو جاب باش تعاملوا مع هذا الطفل. اذا احنا يعني غنقول المربيات كلهم الحمد لله فرحانين بهذا. اش يمكن تقول للامهات، يعني الامهات لان بدايه الطفوله المبكره كتحاول تلزم جميع المكونات بما فيها الجانب التربوي، الجانب الاسره، بالنسبه يعني بالنسبه للادماج ديال الاسره في العلاقه ديالها مع المؤسسه؟ بطبيعه الحال دائما خاص يكون بيننا وبين الاباء واحد التواصل اللي هو كتخلقوا المؤسسه باش داك الطفل يكون مرتاح، لانه الطفل الا ما كانش مرتاح في المنزل ديالو ما غاديش يكون مرتاح داخل المؤسسه، لانه ملي غادي تجيب لي انت واحد الطفل تم التعنيف ديالو في المنزل ديالو وجبتيه للمؤسسه، شمن نفسي غادي يلقى بها هو داك اللعيب او المرح؟ لانه التعليم في المرحله ما قبل التمدرس راه كتكون التعليم باللعب بالمرح، ماشي غادي تشد الطفل وتقول له لا اجي خصك تقرا، خص المربيه يكون عندها واحد التواصل مع داك الطفل، واخا لدرجه انها الجديد في هذا البرنامج المشروع ديال المبادره ديال الاهتمام بالطفوله المبكره هو الاهتمام بعنايه بصحه الام والطفل، وبالاخص يعني توفير فضاءات المؤسسه ديال المؤسسات التعليميه الحاضنه لهذه الفئه، هل هي مؤهله يعني مستوى الفضاءات، يعني هل تم مراعي على مستوى الاقليم مثلا؟ بالنسبه للمؤسسه العموميه المديريه الاقليميه لمدينه العرائش الحمد لله راه هي في طور تجهيز باقي الاقسام، لانه كانت الدفعه الاولى تجهزت الاقسام في المؤسسات العموميه على احسن ما يرام، يعني بالنسبه للتعليم الاولي ولا عندهم اقسام اللي هي مجهزه بالالعاب كاع بالمعدات الخاصه بداك الطفل بالسن ديال داك الطفل، يعني كانه في مؤسسات خصوصيه اكثر، ومازال غاديين في هذا التطور ان شاء الله، ومازال الاقسام كاينين، وهذا علاش كاين هاد التكوين ديال هاد المربيات باش هما يعرفوا بانه راه كل شيء كيتطور دابا بالنسبه للطفل، يعني غادي في التطوير الحمد لله. نعم استاذه، اكتسبتي يعني تجربه فيما يخص التعليم العتيق، وهذا نوع اخر من التعليم، يعني اللي كانت الوزاره كانت تعطيه اهميه، وبالاخص وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، يعني شكون تقول على مستوى نعم طبعا ان الوزاره ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه عطيت اهتمام كبير لهذه الفئه اللي هي التعليم الاولي او ما قبل التمدرس، عندها عنايه كبيره به، حتى هي يعني تنظم دورات تكوينيه لفائده المربيات، والصراحه يعني
الدوره هذه مميزه جدا، كتركز على الجانب النفسي العاطفي الوجداني للطفل، يعني كتخلينا نشوفوا في ديك الطفل ماشي غير واحد يعني واحد الهدف اننا خصنا نعمروه بواحد المعلومات ونشحنوه، لا راه خصنا ما يكونش واحد الفيطان بين الاسره ديالو، ولا يعني غادي ناخذوه من وسط الاسره باش نشحنوه بالمعلومات، لا خصو يحس بانه داخل الاسره الثانيه ديالو، ونحاول نوصلوا له المعلومات بيداغوجيا اللعب او يعني اي حاجه ندخلوا فيها اللعب مثلا والمراح واي حاجه من هذا القبيل، سيرتو ان الطفل في هذه المرحله كيكون متمركز على الذات ديالو، فكنخرجوا حنايا من هذه المرحله ديال التمركز حول الذات وديك الانا الزائده الى تقبل الانا الاخر، فبالتالي كيصبح يخلق واحد العلاقات الاجتماعيه داخل المحيط ديالو، ايضا ديك الحوارات الثنائيه حتى هي كتخليه يكتسب مهاره في الحوار مع الاقران ديالو، كذلك من جانب اخر فان هذا الطفل هذا اللي بغينا نعتبره حنا واحد صفحه بيضاء، يعني كل ما عطيتيه وكيشوف ديك المربيه ان هي السبيل او نعم على مستوى التكوين دابا اللي كيناش يمكن داك الكنزيه باعتبارك عندك واحد التجربه في التعليم العتيق اللي كتفوق يعني ربما شحال 7 سنوات او اكثر، يعني في التعليم العتيق 4 سنوات يعني شنو يمكن يضيف هذا التكوين بالنسبه لك؟ يعني شنو يضاف لي؟ طبعا ضاف لي الكثير، وانا من المحظوظات جدا انني شاركت هذه الدوره هذه، الحمد لله اكتسبنا مهارات جديده، اساليب جديده، تقنيات جديده اللي تخلينا نطوروا من المهارات ديالنا احنا كمربيات ونزيدوا بديك الاطفال اللي قدام لينا ان شاء الله.